تفضل معي فارس البشيري. الآن نتيجة المتسابق فارس البشيري راح تكون جميلة وممتعة، وإن شاء الله يا رب ما تكون موجعة. فارس تعال. وش قالت أمك؟ أمي قالت إني ماني طالع لمنها. تدري الحملة هذه وش قالت أمك؟ صار لها أثر كبير في الشارع السعودي. إن شاء الله إنها فرزين بإذن الله. الله يصبر أمك على النتيجة إذا كانت أمنيه، والله يفرحها إن كانت يعني يا رب. رجع القرية. محمد هو من راح يعلن نتيجة فارس. خل قرب ترى نظري شوي. أشيل الكاميرا بس. فارس كيف حالك؟ طيب نتيجتك عندي، أقولك أو ما أقولك؟ لا خلني أقولك، أنت نتيجتك برأي. يا قلبي يا قلبي، يجعل ما يقول إبراهيم غيرك. والله العظيم أنا ودي أقول له شيء، والله العظيم والله العظيم أنا لي ثلاث برايمات وهذا الرابع، ما فرقت عندي البراي قد ما فرق عندي هذا الشخص. يعلم الله يعلم الله أني أحبك، ووعد مني أني لأجيك وزورك في أي مكان تكون فيه، والله لو خارج السعودية أني لأجيك لأجيك، هذا وعد مني ونذر علي بعد أني لأجيك. لكن ودي أقول شيء للشخص والإنسان هذا اللي هو أخوي اللي ما جابته أمي. الشافعي كان تعبان وجاه واحد جاه دكتور قال طلبوا لي طبيب الورى وانا طلبت طبيب السماء. لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن خلك قوي مهما صار ومهما صار، انت راح تقوم بالسلامه ان شاء الله واشوف ابتسامتك. ودي تعيد المقطع تكفى. عيدون المقطع يا شباب. السلام عليكم فارس، كيف حالك؟ طيب نتيجتك عندي، اقولك او ما اقولك؟ لا خلني اقولك، انت نتيجتك برأي. فارس البشيري مرحلة الخطر بصوت زياد للنمونيه، بس ابتسامتك وتفاؤلك الجميل ورفعك لمعنويات هالبطل عندنا تسوى الدنيا وما فيها. والله العظيم والله العظيم اني اسحف الدمع منك، لكن الحمد لله نجات على ابتسامي. لكن ودي اقول لك شيء، ابتسم ولا تطيح ولا تطيح لشيء، الله يقويك ويقومك بالسلامة يا رب. شكرا لك. تفضل معي. شكرا. طبعا فارس البشيري في مرحلة الخطر، المتسابق القادم بإذن الله راح يكون تفضل معي سعد السبيعي.